لنرى الآن ماذا سأرتدي. أجل أجل، هذا سيفي بالغرض. ابتعد يا هلهول، وبرك يلتصق بأجمل نداء عندي. أنا شرشبيل، سأكون الأنجح في مؤتمر أصحاب القوى، بخاصة عندما أريهم سنفوراً حقيقياً حياً. يو، هذه رسالة من المؤتمر. لا بد من أنها دعوتي. لست مدعواً إلى المؤتمر، ولا نريد رؤية أي سنفور، لأنه لا وجود للسنافر إطلاقاً. أوه، لا وجود للسنافر، لا وجود للسنافر. سأري أولئك الشكاكين سنفوراً أو اثنين. تماماً كما توقعت، سيصبح القمر بدراً هذه الليلة. عندها وليوم كامل، كتاب التعاويذ سيستجيب لأوامري. لست مدعواً إلى المؤتمر، ها؟ سأريهم. لن أجلب فقط معي سنفوراً إلى المؤتمر، بل سأطير إلى هناك. هو كتاب التعاويذ العظيم. أوه يا كتاب التعاويذ العظيم، في صفحاتك أسرار شهية. استيقظ لشرشبيل وقواه الخفية. ماذا تظن نفسك فاعلاً يا صاحب القوى الأحمق؟ أيها الكتاب العظيم، إنها المرحلة الأخيرة لاكتمال القمر، ويحق لي بيوم كامل للتمني. هل تعلم كم الساعة الآن؟ في النهار، يعني في النهار أيها الغبي. عد عند الفجر. الفجر؟ لكنني... استمتع بنومك أيها الكتاب. كتاب معتوه، ولكني سأصبر، لأنني قريباً سأحلق عالياً. اهدأوا، قلت لكم أن تهدأوا. وماذا عن زميلنا شرشبيل؟ لا تقلقوا أيها السادة، بعث إليه لينور برسالة. لن يحضر شرشبيل هذا الاجتماع أبداً. والآن لنبدأ محاضرتنا الأولى. سيتحدث مارادار الرائع عن تقنيات جديدة في تحويل الأمراء إلى ضفادع. صباح الخير كسلان، حان الوقت لتستيقظ وتسنفر. النوم باكراً والاستيقاظ باكراً، يم يم، يعطيانني لسنفرة فطائري وقتاً كافياً. أوه، وأخيراً إنه الفجر. لنبدأ العمل، هلا نفعل؟ قلت لك استيقظ. هيا قل التعويذة أيها الوقح. حسناً حسناً أيها الكتاب العظيم، في صفحاتك أسرار شهية. استيقظ لشرشبيل وقواه الخفية. حسناً أيها البشري المغفل، قل لي ماذا تريد؟ أريد امتطاء أكبر عصفور في الكون. استمع إلي جيداً أيها المجنون الغبي. أرسم على الأرض هذه النجمة الخماسية، ضع حولها ضفدعاً صغيراً وشموعاً ذهبية. قف وأصابع رجليك على أنفك، كرر ورائي لتحصل على أمنيتك. جبل، بحر، أرض، سماء، غابات رارة إيفس لن تعرف الجفاء. جبل، بحر، أرض، سماء، غابات رارة إيفس لن تعرف الجفاء. حسناً حسناً، الآن ابدأ الطيران. طير، أنا آمرك، طير. لا لا لا، قف قف. نجدة، واو، قف قف. أوه، عجبا، ما كان هذا؟ أنا لا أعلم، يبدو لي وكأنه شرشبيل. قلت لك توقف. النجدة، عد، صدفنا في طريقنا سنافر. أيها الغبي توقف. إليكم الآن هذه العصا العجيبة العصرية غير القابلة للكسر. أوه، يا لها من تحفة فنية يا ساجوت، إنها جميلة. ما هذا الصوت؟ عجباً، إنه ذلك الغبي شرشبيل. قلت توقف. ماذا يفعل هنا؟
ارحل من هنا شرشبيل. واخذ معك ايضا سنافرك الخيالية شرشبيل. ولا تعود ابدا. لم تروا بعد ما انا قادر على فعله. لقد سخروا مني، ولكنني سأنتقم عندما أريهم كيسا مليئا بالسنافر. سأنجح هذه المرة. يا كتاب التعاويذ، في صفحاتك أسرار شهية. استيقظ لشرشبيل وقواه الخفية. لما لم تعطني طيرا يمكنه الطيران؟ لأنك لم تطلب. والآن أيها البشري الغبي، أخبرني بما تريده حقا. أريد أن أطير وأن أحلق كعصفور كبير فوق الغابة، وأجد قرية السنافر، وأنقض على هؤلاء الأشقياء الصغار. رجاءً أخفض صوتك أيها البشري المجنون. حسناً، قم بما أقول. على الأرض أرسم دائرة وانثر رائحة ضربان على السترة. هذا مقرف. على رأسك الفارغ قف، وذراعيك الضعيفتين مد، وردد من بعد ما أقول. وتشمت، أريد خيطا في إبرة. وتشمت، أريد خيطا في إبرة. خنفساء تطير أخف من الشعرة. خنفساء تطير أخف من الشعرة. بإمكانك الآن التحليق كطائر إن اتبعت تعليماتي بحذافيرها. والآن تبد دولاب الآلة جيدا، وأدر الأشرعة إلى الجناح. كدت تنتهي، كدت تنتهي. تحضر للطيران يا هلول. السنافر لا يعرفون ما ينتظرهم. نجح الأمر، أنا أطير يا كرة الوبر الخائفة. أنا أطير. أنا قادم أيها السنافر، أنا قادم يا أصحاب القوى، أنا قادم. ما هذا؟ يبدو أنه طائر كبير. أبقي رأسك ثابتاً غبي. يبدو أنه طائر مريض. لا تتحرك. هذا الطائر يشبه شرشبيل. لا، ليس شرشبيل. أي شرشبيل؟ أجل أجل يا هلول، أجل رأيتهم. إنهم السنافر الصغار المقرفون. سيصدق الشكاكون الأمر. بابا سنفور، ماذا سنفعل؟ لا نملك الكثير من الوقت يا سنافري. شاطر، أحضر المنجنيقة بسرعة. لكن يا بابا سنفور، لا نملك ذخيرة، ومن دون ذخيرة ما سنفرة المنجنيق إن لم يكن. لكننا نملك ذخيرة. أقول سنحتاج إلى فطائرك. في الحال بابا سنفور. إلى الأسفل قليلا، إلى الأسفل. توقفوا. أطلق الفطيرة، أطلق أخرى، وثالثة، ورابعة، وخامسة، وسادسة. هذا سيلقن شرشبيل درسا لن ينساه. جيد، أنني سنفرت الكثير من الفطائر. لا تتناول كل الذخيرة يا أكول، نحتاج إليها في حال عاد شرشبيل. أوه هلول، لقد تجاوزنا القرية ولا يمكننا أن نستدير بهذه الآلة. أوه، لم تصمد هذه الآلة. في الكون كوكب واحد هو كوكب الأرض، وتدور الشمس حوله، وله قمر واحد مصنوع من الجملة الزرقاء، في حين أن... ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ إنه ذلك المغفل مجدداً، شرشبيل السخيف. شرشبيل لن يستسلم أبداً. سترون، سترون. ولا تعود أبداً. أسرار كبيرة وشهية. استيقظ لشرشع. ماذا هناك الآن أيها المتذمر؟ أريد آلة طائرة أخرى لا أشغلها بقدمي، وسريعة كفاية لتفادي الفطائر الطائرة. إذن قم بما أمرك به أيها الغبي. استمع أيها الكتاب، اكتفيت من أوامرك. أريد وسيلة سهلة للطيران. أنت غبي وعندي البرهان. غابت الشمس أيها الأبله الكسلان، ومع غياب الشمس ينتهي النهار، وهكذا سلطتك علي أيضا تنهار. لكن مهلا، هذا ليس عادلا. لم أحصل على ما طلبته. أريد وسيلة سهلة للطيران. لست كتابا مهما جدا. سأجد وسيلة لأطير بنفسي.
زيت النبتة البراقة، مسحوق حشرات سريحة، غبار الفحم، قطرات من نبتة العلائق، والآن رشة صغيرة من ما هذا؟ السائل يغلي بشدة. ما هذا الصوت؟ لا أعرف، لكنه يشبه صوت شرشبيل. حسناً، انتهيت من رسمك يا غبي. انظر، ما رأيك؟ يا للهول، لا أعرف، إنه يشبهني قليلاً. انظروا، إنه المجنون شرشبيل، ألن يتعلم أبداً؟ إلى اللقاء يا صاحب القوى المبلل، لقد انتهى المؤتمر. لكن مهلا، السنافر موجودون فعلا، وسأجلب لكم واحدا، أحتاج إلى الوقت رجاء. حظا موفقا في السنة القادمة شرشبيل. لا تتصل بنا، نحن سنتصل بك. وإذا لم تنجح من المرة الأولى استمر في المحاولة. انتظروا حتى السنة القادمة، انتظروا، سوف أريكم.